أغلقنا الباب على الثعبان الصغير ذات ليلة وانصرفنا لأعمالنا، إلا أن ما يحدث من النظام يشير إلى أن حالة حقيقية من تفاقم الأزمة هي التي ربما كانت تقف خلف أدائه طيلة السنوات الماضية. لم تشفع له حكمة الكبار ولا صبرهم، ولم يتورع النظام حتى حينما استبدل أسماء المقاعد وجعل الابن مكان أبيه، إلا أن الابن أصر على أن يكون سر أبيه. اعتراض طائرة إماراتية كانت تتحرك في أجوائها وفي مسارها الطبيعي. ليس هذا في الواقع أول اعتراض قطري لواقع وللحظة آمنة خليجية. طالما اتسعت محاولات الاعتراض وأرادوا لها أن تشمل كل شيء فارتدت واقعا لا نستطيع معه لمختلف الحسابات، ولا نريد معه أن يتحول الشعب القطري الشقيق إلى ضحية، بل نسعى للوقوف معه لكي لا تتسع دائرة التضحية به. شعب يسير وثروة هائلة وريال قذر، استطاع أن يدير مختلف التنظيمات والجماعات والميليشيات الإرهابية لترتد خنجرا مسموما إلى ظهر المنطقة والأشقاء والجيران. لم يكن العام 2011 إلا شاهدا ولحظة ظن النظام في قطر أنها لحظة قطاف لمختلف مساعيه، وأنها لحظة الحصاد لكل ما ساهم في بذره طيلة السنوات الماضية. لم يكن الواقع كذلك، أدركنا أن الفراغات التي أوجدها الحليف القديم في المنطقة بحاجة إلى قوة حقيقية يجب أن تقوم بصدها. أعدنا تشكيل القوة، واجهنا ذلك النفوذ في اليمن، واستعدنا استقرار مختلف البلدان التي كان نظام واحدا من أبرز مهدداتها. ترى بعد سنوات ماذا سيقول الليبيون مثلا لأبنائهم وأحفادهم، وكيف يمكن لهم أن يغفروا ثأرا مستمرا وحقيقيا وواقعيا يرون آثاره إلى اليوم. بينما تظل تلك المشكلة الصغيرة جدا جدا جدا، إلا أنها بالنسبة لنا وعلى الجانب الإنساني تمثل مشكلة تجاه شعب قطري مع ما تبقى فيه ومنه، يمثل لحظة بحاجة أو يمثل تطلعا حقيقيا للحظة من لحظات الخلاص. ماذا يعني هذا التصرف الذي قام به النظام القطري؟ ماذا يعني هذا الركض والارتباك في حضرة من بات يظن النظام في قطر أنهم حلفاء أنهم الحلفاء الجدد الذين يمكن أن يسند ظهره إليهم في طهران أو في أنقرة؟ حالة من التيه التي يعيشها هذا النظام ستؤدي به إلى تصرفات خرقاء كمحاولة اعتراض الطائرة الإماراتية. في تقرير عد أحمد عبد الكريم، وبعد التقرير أنا والدكتور أحمد الفراج أستاذ عبد الله العميرة اللي هم شركاء النقاش في حلقة الليلة، وحديث حول ما الذي يعنيه مثل هذا السلوك وكيف يمثل لحظة أو شاهدا حقيقيا على حالة الاختناق التي وصل إليها هذا النظام. أحمد، جاءت عمليات اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين إماراتيتين مدنيتين مستوفين لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك ضعف موقف دوحة الإرهاب التي تعيش حالة من التخبط الواضح والمستمر مع استمرار المقاطعة وما تتكبده من خسائر باهظة تدفعها لردود أفعال انتقامية غير محسوبة، وتمثل انتهاكا صريحا ومباشرا للقانون الدولي والاتفاقات الدولية ذات الصلة. وعبرت تلك الحالة صراحة عما تشهده الدوحة من اضطراب وتخبط ناتج عن ضعف الموقف وتأزمه بالنسبة لها، بينما في الجهة المقابلة يؤكد ذلك
صحة وسلامة موقف دول المقاطعة التي حذرت من الانتهاكات القطرية التي تضيف إليها الدوحة انتهاكات جديدة للقانون الدولي، بما يتطلب ردعا لتلك الدولة التي تعتمد على سياسات خارجية عدائية وموالية وداعمة للعناصر والكيانات الإرهابية التي تمثل خطرا على الأمن والسلم ليس في الإقليم فقط بل في العالم أجمع. دكتور أحمد الفراج هنا في الاستوديو، أستاذ عبد الله العمير هنا في الاستوديو، وخالد باطرفي من جدة. دكتور الحين وشلون تابعت الحدث بمجرد إعلانه؟ وخلنا نقول حتى بعض الأحداث اللي صارت ذاك اليوم واللي أتصور أنه أنت الأنسب للتعليق عليها، ومن ضمنها يعني اللي أعلنوا البيت الأبيض عن الاتصال اللي دار بين الرئيس الأمريكي وبين الشيخ تميم. اولا احييك اخوي عبد الله وزميلنا وصديقنا خالد باطرفي. قبل ان اتحدث عن الحادثه بشكل منفصل، ما هي خلفيه يعني خلفيه الحادثه اللي هو السلوك القطري طبعا المستمر منذ 20 عام. من الواضح انه لا يوجد على الاطلاق اي استراتيجيه من اي نوع للنظام الحاكم في قطر. النظام يتخبط ويهرب إلى الأمام. إذا أخذنا هذا كخلفية نستطيع أن نتفهم حادث الطائرة. ربما هي محاولة للفت الانتباه بعد طبعا قرار المقاطعة وإعادة موضوع قطر، لأن المقاطعين يقولون إن مشكلة قطر صغيرة جدا جدا جدا، وبالتالي قد تكون هذه محاولة من نظام قطر نظام الحاكم لإعادتها للواجهة. أيضا يفهم هذا السلوك إذا ربطناه بسلوكيات أخرى يقوم بها هذا النظام، مثل عقد صفقات أسلحة ضخمة مع بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة. الدول الغربية ليس عندها مشكلة في البيع والحصول على مليارات الدولارات. هذه محاولة من النظام القطري لربط نفسه لربط النظام بهذه الدول الغربية عن طريق صفقات الأسلحة. والمثير للسخرية هنا أنه بعض هذه الأسلحة لا يوجد حتى أماكن تخزين لها في قطر، هي مجرد شراء يعني مجرد صفقات النظام يريد من خلالها أن يثبت أنه أنا موجود أو أنا لي علاقات بالدول هذه الدول الغربية. فحادث الطائرة هو محاولة يائسة في سياق محاولات تدل على التخبط. وبالمناسبة يعني وزير خارجية البحرين الشيخ خالد الخليفة له تصريح قديم قبل حادث هذه الحادثة. الشيخ خالد ماذا يقول في ذلك الحين؟ يقول إننا نعاني في الخليج من قطر، هذا قبل المقاطعة بالمناسبة، إننا نعاني من قطر عندما يتعلق الأمر بالحدود البرية والجوية. وضرب مثلا على ذلك بأن النظام القطري منع طيران الخليج من المرور بقطر، ما كلف طيران الخليج مبالغ طائلة. أيضا تعرف الصيد مشترك بين البحرين وقطر. فالشيخ خالد قال في ذلك التصريح القديم قبل هذه الأزمة أنه نحن في البحرين ليس عندنا مشكلة مع الأشقاء في قطر، فإذا الصيادين القطريين دخلوا المياه الإقليمية البحرينية للصيد لا نكتفي فقط بالترحيب بهم، وإنما نسمح لهم ببيع من يعني ما منتجاتهم في أسواق البحرين. في المقابل النظام القطري عندما يتجاوز حسب الشيخ خالد عندما يتجاوز الصياد البحريني مترين فقط في مياه قطر الإقليمية يتم اعتقاله ومصادرة قاربه ومحاكمته إلى آخره. فقطر عند هذا السلوك الاستفزازي حتى قبل المقاطعة طبعا. لكن الخلاصة هي أن هذا السلوك يأتي في سياق سلوكيات أخرى تدل على التخبط، عدم وجود استراتيجية
الهروب إلى الأمام، وكل هذا لن ينجي النظام القطري من المصير المحتوم، وهو أنه ما لم يتوقف عن دعم التطرف والإرهاب والجماعات الإرهابية والتدخل في شؤون الدول الأخرى، فإن كل هذه السلوكيات سواء صفقات الأسلحة أو اعتراض الطائرات أو التصريحات الرنانة أو استئجار شركات العلاقات العامة، العالم الآن يعلم أن النظام القطري يدعم تنظيمات الإرهابية، يعمل على إثارة البلبلة في دول الجوار، يرتمي في أحضان إيران وهي أم الإرهاب وأبيه، وما لم يأتي يعني المصير المحتوم هو أن يصل النظام إلى قناعة، ولا يبدو هذا في الأفق، لكن قد يضطر إلى الاعتراف بأنه لا سبيل من النجاة إلا الإذعان لشروط دول المقاطعة والعودة إلى الحضن الخليجي، وهذا لا يعني انتقاص من السيادة القطرية بقدر ما يعني أن قطر تعود لتكون دولة طبيعية بدل ما تتقمص أدوار أكبر منها تؤثر على الأمن الإقليمي والعالمي. يعني أنا وش اللي من الأشياء اللي لفت نظري بكلام دكتور الحين، بالفعل قبل موضوع الطائرة خلاص انتهى الموضوع القطري، يعني فين وفين تلاقيه حتى في وسائل الإعلام ولا في نشرات الأخبار. فأنا أتصور أن موضوع إعادة الأزمة إلى الواجهة ممكن يكون واحد من الأهداف، ولا؟ أولا أخو يحيى، أنت شخصت المشكلة كلها والمشهد كله في تقديمك للعفو، وما حدث يقع في هذا داخل هذا الإطار. ما يحدث في داخل هذا الإطار هو يبرز سؤال كبير متداول في الرأي العام، ماذا تريد قطر. الحدث الأخير فيما يتعلق بالطائرة، وأعتقد أنه لن يكون الأخير، ستحاول قطر أنها تعبث بشكل أو بآخر. أنا أتصور إضافة إلى ما ذكر الدكتور وذكرت الظهور إلى الواجهة، أنا أعتقد هناك إشكالية متعمقة ما بين قطر والإمارات، هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا إشكالية متعمقة ما بين قطر والخليج كله، قطر والبحرين على وجه التحديد، الإمارات والبحرين. لذلك هي تحاول أنها تثير مشكلة ما، وتعتقد أنها تستفيد من هذه المشكلة للظهور على الواجهة لإعطاء انطباع ما. وإن كان المشهد مقروء ومعروف أنه والله ما حدث هو تنفيس أو محاولة تنفيس، وهو دليل على أن الضغط بدأ يأتي بأكلة، ولكن زي ما قلت لك يظل هناك السؤال الكبير، ماذا تريد قطر؟ من يدفع به قطر إلى ما حدث منها وما تقوم به وما تفعله للخروج عن دائرتها الحقيقية، الدائرة الخليجية؟ طيب نعم. سم ففي كلا الحالات ولو قرأناها من كل الزوايا لا تستفيد قطر أبدا شيء، هي دليل على أنها تواجه ضغط كبير وأنها تحاول التنفيس وأنها تحاول ربما استدراج الإمارات إلى ما هو أكبر من ذلك، بينما زي ما تفضلت فيه في مقدمة الحلقة الشعب القطري وقد وضع حد الدول الأربعة أنه لا يمكن له وجود أبدا لنية لضرب قطر. يعني إذا كانت قطر تعتقد أنه والله محاولة استدراج فهو استدراج بعيد، والتفكير في دول الخليج والدول الأربعة بالذات معهم مصر أبعد مما تفكر فيه النظام القطري الحالي، أو أنا أسميه نظام عزمي. طيب خالد بطرفي من جدة، مساء الخير. الحادثة دلالاتها في هذا التوقيت بعد هذا الغياب الواسع لموضوع النظام القطري ومقاطعته عن مختلف الأوساط السياسية وتراجعه ليصبح في ذيل اهتمامات القضايا السياسية بالمنطقة. ما هو السؤال عفوا أستاذ يحيى؟ السؤال مو بالسؤال يا صديقي، المحور، هذه الحادثة في ضوء هذا التراجع للاهتمام بالملف القطري وتجسيد كونها قضية صغيرة بالفعل للمنطقة
وش دلالاته؟ هل أنت تتفق مع الزملاء في أنه من يعني كواحد من الأهداف المتوقعة والمرجوة أن يكون لإعادة الملف القطري الواجهة؟ حنا ترى مع الخبراء والعارفين نتحدث بالمحاور أكثر من هل وكيف. تفضل. أنا نعم أتفق مع هذا الجانب، لأنه لا أعتقد أن هناك منطق آخر يفسر هذه الخطوة إن ثبتت طبعا، لأنه غير عقلانية على الإطلاق. يعني كانت في وكالة أنباء أمريكية اتصلوا علي أمس وسألوني لماذا تفعل قطر هذا، فقلت لهم أنا لا أجد تفسيرا حقيقة إلا أنه لإثارة الانتباه، ما نحن هنا لرغبة في الدفع باتجاه إحياء الوساطة الكويتية أو تدخل أمريكي. بس شلون انثبتت في إطاره لاتصال ترامب؟ شلون انثبتت؟ سم أنت وش تقول انثبتت؟ كيف انثبتت؟ انثبتت أقصد إذا انثبتت إن قدمت الإمارات إلى الإيكاو وإلى الأمم المتحدة أدلة كافية تقتنع فيها المنظمة المتخصصة في مجال الطيران، تقتنع فيها الأمم المتحدة، ثم يصبح الأمر رسميا في هذه الحالة، وبعدها يبدأ التحرك القانوني في هذا الإطار. حاليا الأمر هو ما زال اتهاما. أستاذ خالد، لم يقبلوا. تفضل أستاذ خالد، بس لو سمحت، يعني أنت قلت إن ثبتت، الحادثة مثبتة، الحادثة مثبتة عن طريق الطيران المدني الإماراتي والطيران المدني البحريني. فعندما تقول إن ثبتت، هذا كأنه يعني يبدو الأمر وكأنك تشكك في الحادثة. الحادثة مثبتة أخي خالد، يعني يعني يفترض أنه يكون هذا البيس، هذا الأصل. أنا بتكلم أنا أتكلم عن الخطوات القانونية الآن. نعم، الخطوات يعني القانونية بعد احتمال الخطوات القانونية تذهب بالإثباتات. نعم، بعد أن تقدم هذه الإثباتات التي لديك إلى منظمة الإيكاو، يعقد اجتماع وينظر في هذا الإثبات، فإذا اقتنعوا به يصدر قرار قانوني يعاقب قطر على قدر العقوبة التي يفترض أنها ارتكبتها. هل تم هذا في أجواءها؟ هل تم هذا في أجواء البحرين؟ هل تسبب هذا في خطر أو ضرر؟ وعليها ربما تصدر يعني قرارات تضر بالخطوط الطيران القطرية. نفس الشيء، ويقدم أيضا هذه الإثباتات إلى الأمم المتحدة، فإذا اقتنعت الأمم المتحدة بهذه الإثباتات قد تحيل الأمر إلى مجلس الأمن، لأنه هذا يشكل إعلان حرب ربما أو تعريض لسلامة المدنيين، وهذه قضية كبيرة. احنا نذكر الطائرة الإيرانية التي تم إسقاطها بالخطأ من قبل القوات الأمريكية المتواجدة في الخليج في عز أزمة الحرب العراقية الإيرانية، وندرك التداعيات التي تمت عليها واستمرت إلى فترة طويلة. فإذا المسألة الآن هي مسألة قانون دولي، وهذا يتطلب إجراءات. وأعتقد أن أفضل شيء فعلته الإمارات أنها قررت أنها ستلجأ إلى القانون ولن تصعد الأمر بأي شكل آخر. فهذا هو هذه الخطوة الرشيدة التي تؤكد على حكمة القيادة الإماراتية. طيب خلني أخذ فاصل وبعدك برجع عند الشباب. تفضل يا أحمد. ما في شي بقوي لك شعرك أكثر من الزيت؟ غلط، الزيت بضل على سطح الشعر. صار في مفهوم جديد للقوة، بانتين بديل الزيت،
اللي بيحتوي على البروفيتامين وبيخلي شعري يتشرب الغذاء ليقوي مرتين أكثر من الزيت. فانتين بديل الزيت لأنه القوة جمال. إيش اللي يوقفك؟ إنك تختاري طريقك، تغيري قوانين اللعبة، تاخذي الخطوة الأولى، تمشي عكس التيار. ما حد يقدر يوقفك إنك تعيشي كل يوم بطعم جديد. جرب العشر نكهات جالاكسي، كل نكهة متعة. مهما كانت وضعية نوم طفلك، لن يزعجه الحفاض المتكتل بعد الآن. مع بامبرز الحفاض الأول والوحيد بثلاث قنوات، تمتص البلل أسرع بثلاث مرات لتكتل أقل وجفاف أكثر، فيبقى طفلك مرتاحاً كيفما نام. تنصح به 95% من الأمهات. بامبرز الآن برائحة منعشة جديدة تدوم طويلاً. عملي شي جديد لشعري؟ صاير أنعم ومرطب. ماسك، حمام زيت، أو يمكن غير الكونديشنر. لا، بس هيد اند شولدرز. هيد اند شولدرز 2-in-1 الجديد برطب فروة راسك وبزيل القشرة 100%. شعر مرطب 100% بدون قشرة. أوقات عشناها معك. أبا عواد عامل عنتر بن شداد، عاملتني اللمب العب الدكوان وعلم. كانت الأجمل حسنا يا موكلي. هيا علينا أن نفوز، سنلعب بأقصى ما نستطيع من جهد. رأينا من خلالك الحياة بمنظور مختلف. يا علي صوتي بقى صوت الرفيع. شعرنا بفرحتها. آسيا فعقت تماما، وبالأمل ينبعث من أزماتها. أنا ذكريات كما يقول الشاعر داعبت فكري وظني، لست أدري أيها أقرب مني. يمكن هي الكلمات الأخيرة اللي سمعتها. سامحني يا حمد، تعبتك. وينك؟ الثلاثاء الساعة 10 مساء على خليجية. عبد الله العميرة، أحمد الفراج، خالد باطرفي من جدة، شركاء النقاش في حلقة الليلة. خلنا من هذا الملف، إذا يعني بتعلق على الحديث اللي دار، لكن أيضا من هذا الملف، وشلون ممكن نشخص موقف النظام من الثورة والاحتجاجات في إيران، موقف النظام القطري؟ طبعا النظام القطري كان له علاقاته مع النظام في إيران، لكنه كان يتذاكى قبل المقاطعة على دول المنطقة. نعم، يعني على دول الخليج تحديدا. على دول الخليج، نعم، كان يتذاكى، فالعلاقات كانت موجودة. نذكر عندما الشيخ تميم في منبر الأمم المتحدة دافع عن إيران في عز يعني توسعها وأعمالها بالعراق وسوريا، فالنظام القطري، وهذه دائما أقول إنها من محاسن المقاطعة، النظام القطري كانت له علاقات قوية وطيدة مع النظام الإيراني، شريك له، لكن كان من تحت الطاولة، وكان يستخدم العلاقات المتميزة بدول الخليج، دعني أقول يعني بما يشبه الجاسوسية، يعني كان وكأنه يتجسس على دول الخليج. دول الخليج، الدول المقاطعة، أدركت هذا الشيء، والذي حصل هو أن قطر فعلت بالعلن ما كانت تفعله بالسر، يعني ببساطة قطر أصبحت بعد المقاطعة تعمل، ليس صحيحا أنها كانت مع دول الخليج لكن اضطرت ثم اضطرت للتحالف مع إيران، لا،
قطر كانت حليفة قوية، النظام القطري حليف قوي لإيران قبل المقاطعة، وهذا أحد الأسباب الذي أدى إلى المقاطعة. يعني وكأن الدول المقاطعة تقول لن تضحكوا علينا بعد اليوم، إنه تجلسوا معنا وتشاركوا بمخططاتنا وتستمعوا لأسرارنا ثم تنقلوها لأعدائنا. يعني بكل هذا ليس كلامي أنا، هناك تسريبات كثيرة بهذا الخصوص. النظام لا شك يشعر الآن بعد طبعا الثورة في إيران ماذا بقي لم يظهر. يعني قناة الجزيرة كانت تنشر الاحتجاجات وتقول إنها مؤيدة للنظام، وعدت أنها أن ترسل أموال لمساعدة النظام وأنه ليس بحاجة لها. قناة الجزيرة غطت على قناة العالم وعلى قناة البي بي سي العربية، وبالمناسبة طبعا جميع القنوات الأجنبية الناطقة بالعربية بشكل أو بآخر تميل بإطروحاتها بشكل كبير، منحازة طبعا للنظام القطري والإيراني طبعا للريال بالضبط. أيه. خاصة يعني بعض العربان اللي في الإعلام العربي بالضبط. المهاجر. أيه. فقناة الجزيرة أصبحت بوق لنظام الملالي أثناء الاحتجاجات أثناء الثورة، ولم يبقى شيئا يعني لم تفعله في سبيل خدمة النظام الإيراني. والنظام الإيراني يبتز النظام القطري بشكل يعني قبيح جدا. وأنا شخصيا وبحكم أنه تظل يعني قطر على الأقل نتحدث عن الشعب، هم إخواننا وأشقائنا وهم ضحايا لهذا النظام، يعني النظام الحالي. يعني مشاهدة لقاء الشيخ تميم مع الرئيس التركي قبل كم يوم والفيديو الذي تداوله الناس، الحقيقة أنه مؤلم جدا. مؤلم أن ترى زعيم خليجي عربي يعني يكون بهذا الشكل المهزوز أمام يعني أمام زعيم إقليمي له أطماعه. يعني لا يجب أن تمنعنا الدبلوماسية عن قول إن يعني تركيا لها أطماع بمنطقتنا مثل النظام الإيراني. فلماذا تهرب من إخوانك وأشقائك في الخليج وتكون بهذا الموقف الذليل أمام الرئيس أردوغان؟ والغريبة إنه الرئيس التركي لو لاحظت المشهد يتلذذ يجلس على وهذه ليست المرة الأولى عندما يقابل زعماء عرب، يجلس على الكرسي مثل الطاووس ينظر إلى تميم باحتقار. ولو لاحظت أن تميم أدرك ذلك ولم تكن حركاته منضبطة، يعني كرئيس دولة كهيد أوف ستيت. النظام القطري يجد نفسه الآن محاصر سياسيا اقتصاديا. النظام العالمي في المحصلة النهائية، النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة لن يتسامح، لن تخدم قطر لا شركات العلاقات العامة ولا صفقات الأسلحة ولا شراء ذمم الإعلاميين الغربيين مثل ديفيد هيرست وجماعته، ولا إنشاء المواقع الإلكترونية التي تكلف اللي هي مواقع عزمي بشارة والزعاترة التي تخدم التي يمولها النظام القطري. كل ذلك لن يخدم قطر لأن النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة لن يتسامح في نهاية المطاف مع دولة تدعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وتثير البلابل في منطقة الشرق الأوسط. موضوع النظام والثورة الإيرانية، نبدأ بتعليق بس فقط على الجملة أو الحديث اللي دخل به الأستاذ خالد. اليوم في اجتماع وزير خارجية الإمارات مع وزراء خارجية دول أوروبية لشرح الحادث وملابساته وتبعاته، اللي أبي أقوله الإمارات تتحرك وبناء على شواهد وعلى ثوابت وفي إطار الخطة والمرجعيات القانونية والدولية. نعم، لا يمكن أن تتحرك عبث، وتسير وفق خطة أو استراتيجية الرباعية العربية، التعاطي مع الملف القطري أو مع قطر تحديدا بحنكة وتأني، وستتحقق الأهداف. من 5 يوليو إلى اليوم نرى ما حدث، التبعات على قطر، الأثار الاقتصادية وحتى السياسية، وتكشف أبعد حتى من قطر، تكشفت حتى مواقف دول
خلال هذه الفترة. كل هذا يدخل في النتائج الإيجابية اللي أوجدها الحصار إن صح التعبير، أوجدها التعامل نعم. التعامل الرباعية مع الموضوع القطري. قطر أنا اللي أراه النظام القطري المقاطعة، ها تفضل، هذه الكلمة ترى يجي الحين في تصيد لموضوع هل هو حصار ولا مقاطعة. ايه؟ الدول الأربع قالت كلمتها. ايه؟ هي مقاطعة هذا الأذى الصغير، واللي يفسر كما شاء، لكن هو واضح هي الدول الأربعة تعاطت مع الملف كما ينبغي وبشكل سياسي واقتصادي من أبدع ما يكون. ونعود إلى موضوع النظام في قطر والثورة. نعم، الثورة الإيرانية. أي قبل الثورة الإيرانية وهو مرتبط به، النظام القطري معروف يعني انكشف أنه هو عبارة عن محور من ثلاثة محاور أساسية. نعم. داخل فيها إيران، تحالف إيران تركي، النظام في قطر. الأهداف واضحة. السؤال زي ما قلت لك في البداية، ماذا يمكن يستفاد من قطر أو ماذا تستفيد من قطر؟ قطر أكيد عندها وعود أو لديها وعود وتتعاطى مع الموقف وداخل فيها الحلف بأموالها لا أكثر مجرد ولا أقل. لا، مجرد وجود هذا الحلف هو أفضل حالة اختراق بالضبط للنظام الخليجي. هذه نقطة. من يدير قطر في الداخل أو هذا النظام؟ احنا عندك مرتكزين أساسيين، الإخوان وعزمي، ونضع خط تحت عزمي بشارة اللي فعلا أنا أسميه نظام عزمي وليس نظام الحمدين حقيقة. كان يعتمد هناك على بشكل النظام الملالي في طهران، كما يعتمد على النظام في تركيا، ما في أدنى شك من هذا. طيب. اهتز الموقف أخيرا بعد أحداث في آخر السنة الميلادية وبداية السنة الميلادية، الأحداث اللي حصلت في إيران والموقف القوي فعلا والصمود القوي من الشعب الإيراني المدفوع من المقاومة الإيرانية. نعم. هذا بدأ يبدو لي أنه يعني وأوجد شيء من الاهتزاز داخل النظام القطري، ومن نتائجها محاولته العبث إذا صح التعبير في المنطقة، من خلال الحادث الأخير محادثة الطائرة. وزي ما قلت لك أنا أتوقع أي واحد سيتعرض للهزة مثل هالهزة توقع منه أكثر، يعود للمشهد، سميه أنه يريد أن يقول أنا موجود، ممكن يقول لك والله أنا مستعد للتفاوض، وسيحاول، أنا أعتقد أنه سيحاول التفاوض. طيب. لكن لن يتفاوض مع الرباعية، سيترك الإمارات، سيحاول يعمل عملية اختراق. طيب. خالد بطرفي من جدة، في هذا المحور وأداء النظام الإيراني، أداء النظام القطري أمام التحولات اللي تشهدها الشوارع في مختلف المدن الإيرانية، والفيديو الشهير اللي علق عليه الدكتور الفراج في لقاء شيخ تميم مع الرئيس التركي، تفضل. أنا أعتقد أن التحركات القطرية لا تأتي كمجرد ردود فعل، هي جزء من مخطط أو مشروع ابتدأ فيه مبكرا وكان له حلفائه منذ البداية، سواء في إيران أو في تركيا أو في مع جماعة الأخوان المسلمين أو مع إدارة أوباما. الهدف كان إشعال المنطقة العربية وإعادة تشكيلها من جديد، ولكن بإدارة جديدة أو ما سمي الإسلام السني المعتدل الذي تقوده القاهرة وإسطنبول، وأضافت الدوحة نفسها إلى هذا المثلث لتكون هي الممول لهذا المشروع. هذا المشروع تريد قطر من خلاله أن تكون أكبر من حجمها الجغرافي أو حجمها الاقتصادي من خلال الالتحاق بمشروع إمبراطوري أو خلافي لإقامة خلافة جديدة ضمن تقسيم للعالم. اتفقت معه هذا المحور مع إدارة أوباما بحيث أن العالم الشيعي وأقحمت فيه سوريا ولبنان لأنهم يريدون أن يعيدوا الدولة الصفوية يكون في يد إيران.
أما العالم السني فيكون في يد هذا المحور. وهناك خطاب من عبد الملك الحوثي إلى الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة يناديه فيه بأمير المؤمنين. هذه الخطة وهذا المشروع تعرض لهزات عديدة قامت بها الدول التي استوعبت هذا المشروع: المملكة العربية السعودية، الإمارات. وقلبت الطاولة على هذا المشروع أولا في مصر، ثم في الدول الأخرى التي كادت أن تكون محكومة من هذا المحور. إيران يأتي دورها بالتوافق مع هذا المشروع وإدارة الجزء الشيعي منه. وكان هذا كما ذكر الدكتور أحمد الفراج موضوعا سريا، يعني كانت قطر تمارس هذا المشروع بوجهين: وجه يعطي الاطمئنان لدول الخليج أننا معكم ونشارك معكم في مجلس التعاون الخليجي في التحالف العربي، ثم نأخذ هذه الأسرار أو هذه المعلومات وانقلها للطرف الآخر. هذا صحيح. من محاسن ما حدث أن هذا القناع سقط، وأن الوجه الحقيقي للسياسة القطرية أصبح ظاهرا للعيان. وأيضا من حسن الحظ تغير الإدارة الأمريكية، وبالتالي اختلال هذا المحور وضعفه، سواء بسقوط بعض الأنظمة التي كانت تنتمي إليه في العالم العربي، أو بعدم وجود الداعم الدولي وهو الداعم الأمريكي. أنا أعتقد الوضع الحالي هو الآن أصبح ردود فعل لهذه الهزيمة لهذا المشروع، ومحاولة للاستعانة بالحلفاء السريين في السابق والعلنيين. الحليف التركي كان علني، الحليف الإيراني كان سريا، ومحاولة شراء التحالفات الدولية من خلال صفقات أسلحة هائلة بعشرات المليارات من الدولارات، لا تجد حتى مكان أو مساحة في قطر لاستخدامها، ولا يوجد حتى الآن طيارين وفنيين قطريين يستطيعون إدارتها. هذا كله محاولة للتمسك بهذا المشروع القديم وهذا الهيكل الذي انهار. ولكن يجب أن تأتي لحظة يستيقظون فيها إلى أن المشروع انتهى، وأن عليهم التوافق مع واقعهم الجديد، يعني التخلي عن أحلام وأوهام العظمة التي تملكتهم في السابق. يعني أنا أتصور أنه كل الذين لم يقفزوا من مركب المشروع الأوبامي ولم يعلنوا البراءة منه ليلة هزيمة كلينتون وطولوا، سيظلوا يدفعون الثمن. ثانيا، ما يدريك أنه هذا الركض من بعض القوى الإقليمية وحتى الدولية لعقد الصفقات مع قطر هو محاولة الحصول على أكبر قدر يمكن الحصول عليه من نظام لفظه محيطه. الجانب الثالث اللي أيضا بتعلق عليه، يعني ما الذي يمكن توقعه كمستقبل؟ كيف تتوقع يعني ذهنية النظام شو اسمه تفكر؟ نعم. إيش السيناريوهات اللي تتوقعها؟ إنه كذا دول المقاطعة شوي لهم كذا قدام بوابة الوجبة ويقولون والله أنا قبل في جنون. ها نعم أي. قبل يعني أن نجي مباشر على سؤالك وتعليق على يعني ما قاله الدكتور خالد. نعم. بالفعل أنا أذكر مع بداية الثورات العربية قام عليه هجوم شنيع من إخوان الخليج، إخوان المملكة وإخوان الخليج. لماذا؟ لأنهم قالوا من خلال مقالات أو تغريدات كتبتها، قالوا إنني قلت، قولوني طبعا، قالوا إنني قلت إن الرئيس أوباما إخواني. طبعا أي أذكر. نعم. فهم حاولوا يعني تجاهلوا لب ما قلت، وحاولوا طبعا المحاولات للتشويه. ما قلت في ذلك الحين إنه طبعا كان واضح للعيان وللمتابع إنه الثورات ما سميت بالثورات العربية طبعا مدعومة من إدارة أوباما، وطبعا أوباما هو الذي أسقط مبارك، يرحل اليوم وليس غدا، وليس ميدان التحرير. طبعا
في تقديري منذ ذلك الوقت أنه كانت الخطة التي راقت لإدارة أوباما أنه نظام، طبعا النظام الإيراني هناك المرشد، المرشد اللي هو طبعا يحكي باسم كل شيعة العالم تقريبا. كانت الفكرة التي أقنع بها أعتقد التنظيم إدارة أوباما والأمريكان أنه لماذا لا يكون العالم السني أيضا له مرشد، بالتالي أنتم كإدارة أمريكية أو قوة غربية يكون تعاملكم مع علي خاميني من هنا أو محمد بديع من هنا، يعني أنت تتعامل مع العالم الإسلامي والعربي كامل من خلال شخصين. هذه راق أعتقد في تقديري، هذا إضافة إلى اقتناعهم أن تنظيم الإخوان إسلام، يعني إسلام سني معتدل، قبل أن يدركوا أنه هو المفرخ، هو الذي هو الأم الشرعية لكل تنظيمات التطرف والإرهاب، القاعدة وجبهة النصرة وغيرها. نعود إلى سؤالك، أنت قلت ما هو المستقبل، مش الأفق، يعني كيف يفكرون؟ أنا أقول لك يا محمد كيف يفكرون. مشكلة النظام القطري طبعا إذا تجاوزنا الشيخ تميم ووالده، طبعا العقل المدبر الحية ذات الأنياب هو حمد بن جبر بن جاسم، وليس يعني إذا جينا هو المشرع والقائد لهذا المشروع القطري، هو المنظر لحمد بن خليفة، فهو الذي يقود المشروع مع قوى الاستخبارات الغربية، بعض الأنظمة، يعني وهذه قصة معروفة من قاعدة العديد إلى ضرب العراق إلى زياراته لإسرائيل. حمد بن جبر هو العقل المدبر. طبعا حمد بن جبر يعلم، هو حمد بن خليفة، حمد بن جاسم بن جبر، حمد بن جاسم بن جبر وحمد بن خليفة يعلمان، تقول بماذا يفكرون؟ هم يعلمون أن المشروع انهزم، هم يعلمون أن تنظيم الإخوان يعني حتى لا نقول انتهى، يعني إن في حالة اندثار، يعني شعبيا ما عنده مستقبل سياسي له، يعني نعم. هم يعلمون أن العالم الغربي استوعب يعني خطورة التنظيم، يعلمون أن المشروع فشل في ليبيا وفي مصر وفي كل مكان. مشكلتهم في ذات الوقت هم يعلمون أن الاستحقاقات هائلة، أنت ذكرتها في مقدمتك، يعني هم دعموا في رقابهم دم، في رقابهم دم مئات إن لم يكن ملايين في ليبيا وتونس وسوريا ومصر، هم كانوا الداعم الاستراتيجي والاقتصادي والإعلامي لمشروع الثورات العربية. فهو يعني محاولة إطالة أمد الأزمة، الهروب إلى الأمام، هو محاولة للهروب من الواقع الذي لا مفر منه، يعني أنه قد يجدون أنفسهم يوما ما أمام محكمة العدل الدولية، يعني في جرائم حرب، لأنه هناك وثائق. النظام الليبي بمناسبة، وهذه ليست من عندي، النظام الليبي لديه وثائق. جميل ذياب محاور من أسبوع شخصية ليبية وكانوا تحدثون عن فضائح، يعني نعم، كانت الطائرات الليبية تنزل، يعني كانت الطائرات الليبية القطرية القطري. تنزل في بني غازي، في بني غازي مليئة بالأسلحة. الجزيرة كانت تعلم، يعني كانت تعلم أنه ماذا سيحدث في المنطقة الفلانية في الساعة الفلانية. فهذه الاستحقاقات التي قد تقود الحمادين إلى محكمة العدل الدولية، هم لا يريدون سقوط النظام، لا يريدون الاعتراف بالهزيمة، ولا يريدون سقوط النظام، لأن هذا سيقودهم إلى ما ربما إلى محاكمة دولية. الأفق عبد الله، إذا أردنا معرفة الأفق، يعني في البداية نقلة سريعة ثلاثين ثانية نقلة سريعة. أنا لا أنتظر، أنا برأيي الشخصي لا أنتظر من دول العالم أنها تدعم مواقف الرباعية. يعني أوباما موقفه واضح، ترامب أول ما جاء موقفه واضح، أول ما بدأت الأزمة وزير خارجية ترامب يوقع مع قطر اتفاقية تتعلق بالإرهاب، وهذه لها دليلها موضوع الأفق. أنا لا أشوفه أنه الدول الرباعية بتتعامل بذكاء شديد مع الحالة، الحالة ما هي سهلة، صعبة جدا ومتعمقة كثير، هناك دول تحالف، هناك دول داعمة تحت الستار، وبالتالي المسألة محتاجة وقت. وأنا أشوف أن في تصعيد، أنا اللي أقرأه الآن في تصعيد، ويأخذ المسألة تأخذ مدى أطول طيب مما نتوقع، لكن الحل سيأتي في يوم ما. 30 ثانية خالد باطرفي، الأفق
وهل سيظل النظام يقوم بمثل هذه التصرفات اللي من أهدافها إعادته إلى الواجهة، إعادة القضية إلى الواجهة؟ تفضل. طبعا أتوقع أن يستمر في إثارة الشغب في محاولة للفت الانتباه. هو يعلم أن الحل الآن هو على نار هادئة، وأن دول الخليج ومصر تستطيع أن تواصل حياتها بسلام بدون أي معاناة، لكن المشكلة هو عنده لا يستطيع أن يواصل هذا الأمر. عنده 360 مليار دولار بدأت تستنزف، بدأ يبيع أصوله ويسيل أمواله في الخارج. عنده عجز هذا العام حوالي 10 مليار دولار سيقتضها من الخارج. السوق الأسهم والبورصة في سقوط، هو لا يستطيع أن يستمر. الحل هو أن نستمر على ما نحن عليه. شكرا جزيلا دكتور. 30 ثانية على موضوع الاستنزاف، يعني أنه هذه الصفقات التي قد يظن أنها أو النظام يفهم أنها نوع من المواقف اللي ممكن أن يستقوي بها، هي في النهاية نوع من الحلب والاستنزاف، يعني في 30 ثانية. هذه جوابها يسير جدا. في تقرير نشر في أحد الصحف الغربية، هذا التقرير تحدث عن ذلك تحديدا. التقرير خاطب تميم مباشرة، تو ذا أمير في قطر، إذا إلى تميم. هذا التقرير يقول لتميم تحديدا إنكم استنزفتوا يعني الأموال الطائلة مع شركات العلاقات العامة وصفقات الأسلحة. في المحصلة النهائية، وأنا لك ناصح أمين، يقول كاتب التقرير، في المحصلة النهائية ستذعن للواقع أنه إما أن تترك دعم التطرف والإرهاب، وإما أن تقود الولايات المتحدة جهود دولية لتغيير النظام في قطر. شكرا جزيلا دكتور أحمد الفراج، شكرا أستاذ عبد الله عميري، شكرا دكتور خالد باطرفي من جدة. بكرة حلقة جديدة من الليلة، تمسوا على خير.